جميع ميداليات العالم. ما شاء الله تبارك. من الميدالية الذهبية، أنا أتكلم جميع ميداليات العالم الذهب. من الذهبية العالمية إلى الذهبية المحلية. المعركة، وكان هم أحد الفرسان المشهورين وأسماءهم مدونة في الكتب. نعم ما شاء الله. مشهورين في الرماية. ففضل الله تعالى في فيلسوف، في فيلسوف. إذن استكمالاً لحلقتنا السابقة كابتن طلال الطرقي الرشيدي نجم الرماية، ما شاء الله تبارك الله، البداية كانت نجومية منذ البداية، رقم يعني في موسوعة جينيس، وكذلك يمكن استحواذ على كافة بطولات الناشئين. بعد هذه المرحلة وهذه الفترة، وين كانت المشاركات؟ طبعاً المشاركات صارت يعني من بعد 2012، من بعد الأولمبياد صارت مشاركات كثيرة، ولكن من أعز وأغلى المشاركات على قلبي اللي هي بطولة كأس العالم في لوناتو في إيطاليا أثناء فترة جائحة كورونا. توقفنا عن التدريب لمدة عام أو عام ونصف، ما مسكت السلاح، فقدت الحساسية، فقدت أشياء كثيرة، ولكن بذكاء الوالد الله يحفظه قعدنا يعني اخترع شغله ان نتدرب في البيت، تدريب يسمونه التدريب الجاف، الدراي تريننج يسمونه. نعم. نفس السيميليشن يعني. ايوه يعني تدريب وهمي، انت تتخيل انك محاكاه، ايوه تتخيل انك قدامك طبق طاير ومعاك سلاح، ولكن سلاح غير حي، بنفس الاوزان بنفس الاحساس. فكنا نتدرب احنا في البيت. فاتذكر من بعد سنه ونص فتح الميدان في التدريب، اول جوله رميتها جبت النتيجه 25 من 25، ما شاء الله، كان صار لي سنه ونص اتدرب. يا سلام. نعم. فرحنا شاركنا في بطوله كاس العالم، واثناء تواجدنا في ايطاليا كان مدربي الرامي البطل العالمي الايطالي اسمه دانييلي جوني. طبعا الطليان هم على اسياد العالم. نعم. نعم نعم نعم، وانا لي الفخر ان يكون ان اصبح مدربي هذا الشخص. ولكن اثناء تواجدنا في ايطاليا هو كان في المستشفى، وكانت حايشته اصابته في كورونا. نعم. وتضاعفت عليها الحاله الين ما الله اخذ امانته. نعم. قبل البطوله بيومين، فصار عندنا انكسار. نعم. قوي نفسي ان بطولتي بعد يومين، بطوله كاس عالم ومدربي متوفي صار له يومين. فجاني صديق المقرب اللي هو ميركو تشينشي، جاني ومسكني وحضني وكان قاعد يبكي وقاعد يقول لي طلال بليز البطوله هذه شد حيلك نبيها حق دانييل، يعني هم عندهم معتقد انك اذا فزت انت راح تدزنا لهذا. شديت حيلي في هذه البطوله واخذت الميداليه الذهبيه العالميه. فلو تشوف الفرحه الرماة العالم كأجمع كأنهم هم كلهم اللي فايزين. يا سلام. لأن تقديراً كلهم تقديراً لهذا البطل. فهذه من أغلى وأعز الميداليات. نعم. اللي أنا وهنيك على رواضة جأشك، يعني لو واحد غيرك يمكن قد يكون الحمد لله. أنا قاعد أكلمك. نعم. جسمي قاعد يكش والله. نعم. الحين ما تلام لمانا قصة لله. يعني نادرة الحدوث، وقصة. نعم. لها ذكريات يعني قد تكون مؤلمة ولكن لها جانب. نعم. سعيد، وهو تحقيقك لهذه البطولة، وهذا يدل اليوم كابتن طلال على مدى احترافيتك ومدى تركيزك العالي في تحقيق هذه البطولة. خلنا نرجع شوي كابتن طلال إلى تلك الفترة اللي ما بعد الناشئين، يعني لما خضت مسألة اللعب مع الرجال، شلون كانت؟ هي كانت أصعب مرحلة انتقالية للاعب من مرحلة الناشئين إلى مرحلة اللي يسمونها السينيور اللي هي العمومي. نعم. هذه أصعب مرحلة، إن أنت لازم تكون تثبت وجودك في هذه المرحلة. أنا أثناء الفترة هذه توني طالع من مرحلة الناشئين، وكانت صارت بطولة في الكويت، بطولة محلية. شاركت البطولة وحصلت على المركز الأول على العمومي في أول مشاركة لي. بعدها بأسبوعين في بطولة آسيوية في قطر. نعم. اتصل علي اتصال هاتفي من شخص جداً عزيز على قلبي وله مكانته في النادي. طلال
أنت جاهز للبطولة الآسيوية؟ قلت أنا جاهز. قال تقدر تجيبها؟ قلت دام أنت حطيت الهلوة فيني راح أجيبها. يا سلام. قال ترى اسمك مدرج في البطولة. أنت ما توقعت أنك تلعبها بالبداية. مستحيل. قال اسمك مدرج في البطولة. قلت تمام. رحت بطولة آسيا اللي هي في قطر. قاعد أطالع أسامي السكجول حق بطولة باكر، لما طلعت الأسامي ولا اسمي مو مسجل ناشئين، اسمي مسجل عمومي بالفريق العمومي. فسألت المدرب قلت له أنا اسمي مو مسجل ناشئين في العمومي. فالمدرب عرف أني أنا مو جاهز نفسيا، أنا مو متهيئ لأني يعني أشارك مع الكبار. فقال لي لا، هذا خطأ مطبعي، مو حاطين اسمك مع الناشئين، بس أنت مع الناشئين، كمل تدريب، كمل بطولتك. ورميت البطولة ورميت رغم جدا قوي. كنت تعتقد أنك مع الناشئين؟ أنا للحين أنا مع الناشئين. ما في أشياء تدلك على أنك مع. أنا في أثناء البطولة ما أطالع لا نتائج ولا شيء، خلاص أنا عندي بطولتي، أخلص بطولتي. تركز بدل... على نعم. أطباقك. نعم، هذا الأساس اللي أسسني عليه الوالد. فبعد ما خلصت البطولة قالوا لي طلال أنت راح تدش الفاينل. قلت الجونيور ما لهم فاينل، بس السينيور اللي هم فاينل. عرفت الموضوع. ايه. فقال لي لا، إحنا حطيناك مع السينيور ودش الفاينل. البطولة هذه فيها كرت تأهيل إلى أولمبياد لندن 2012. أنا ما أعرف شنو معنات الكوتا بليس اللي هو الكرت تأهيل الأولمبي. دخلت الفاينل مخي يبي الذهبية. قعدت أتنافس أنا والرامي القطري والرامي الهندي إلين ما حققت الفضية الآسيوية. ما شاء الله. فجوني وقاعد يضموني وهذا يبوسني هني وهذا يحبني هني، مبروك مبروك الكوتا. كان أقول لهم كوتا شنو كوتا؟ كان يقول كرت تأهيل أولمبياد. قلت شنو أولمبياد؟ أنا ماني عارف شنو قاعد تقولون. أنا بس مهنتي إني أمسك سلاح وأحوش لكم الهدف هذا، غير أنتم لا تدورون مني شيء. هذا في عمر 18 كابتن؟ في عمر 17 سنة. فكنت أصغر يعني رامي شارك في الأولمبياد. ما شاء الله. الحمد لله. تتوقع لو قالوا لك إنك كنت مشارك مع الكبار؟ والله. يمكن شوف تتأثر. أكذب عليك إذا قلت لك إني راح أحقق. أو إني ما راح أسوي لعبة شيء. نفسية جميلة. ماني عارف شنو كان وضعه، ولكن بالفترة اللي حالية اللي أنا قاعد أعيشها لا أقدر أسيطر على نفسي وأقدر وأقدر أخطط حق البطولة، متى أستعد لها وشون أستعد لها وشنو الطريقة اللي أسويها أثناء يوم البطولة. نعم عارف؟ أكيد صار في نضوج أكبر طبعًا. أكيد إنك تعلمت أكثر وما شاء الله المسيرة طويلة ومميزة كابتن طلال. إذا بعد هذه البطولة أولمبيات. نعم الحمد لله أنا شاركت في الأولمبيات وحصلت. نعم. على السابع على المستوى الأولمبي، وهذه بداية جدا ممتازة جدا قوية ومؤهلة إن شاء الله في الدورات القادمة، إنه مو صعب علي إني أخذ ميدالية، وهذا حلم حياتي. نعم. وهرمي الرياضي إني أحقق الميدالية الأولمبية، عشان ما يقدرون يقولون الناس إن الأبو بطل عالم والولد ما يقدر يأخذ بطل عالم، إحنا أخذنا بطل عالم. نعم. والحين الوالد سبقني واخذ الميداليه الاولمبيه ما شاء الله، وانا حلمي الحين ان شاء الله اني اكون مثل والدي، دائما الابن يشوف ابوه شنو يسوي بيسوي نفسه. صحيح. وهذا حلم الابن سر ابيه كذا. نعم الحمد لله. نعم. اذا كابتن طلال يمكن احنا مقبلين على اولمبياد باريس ان شاء الله، مشارك انت ان شاء الله مع الوالد. والله ان شاء احنا بعد 5 ايام ان شاء الله في تاريخ 18/5 راح تطلع التصنيف العالمي والتأهيل الأولمبي، وإن شاء الله هذه الحلقة راح تكون بعد هذا التاريخ، فإن شاء الله نكون وقتها محتفلين إن شاء الله. إن شاء الله أن راح يحتفلون جميع رياضيين الكويت والشعب الكويتي في تأهيل الأولمبيات إن شاء الله باريس بإذن الله تعالى. بإذن الله. اول جوله رميتها جبت النتيجه 25/25 ما شاء الله، كان صار لي سنه ونص اتدرب. قلت الجونيور ما لهم فاينل، بس السينيور اللي هم فاينل.